مرحبا، بدي احكي عن البيج او نوتيشن وعن الليتل او كلمتين. البيج او هون حسب ويكيبيديا عم بيقولوا انه مستعمل بكتير محلات، مستعمل بالبرمجة انه كاوردر للفانكشن، وحتى مستعمل بالماثماتيكال اناليسيس وهيك. هلا بالبرمجة نحنا بناخد فكرة، مثلا طبعا هي بتكون مثلا function of n، لأنه ممكن يكون حدود الفور لوب، يعني حجمها أو عدد ال operations مثلا. في أكتر شيء هنا هي عدد ال operations، شي هيك. ف بناخد فكرة انه هي O of what، انه big O of what، O حرف كبير، O مثلا. فان بالديفينيشن بالتعريف نحن بكون عنا مثلا ال هيدي الفانكشن اف هي على اوردر سمثينج، على اوردر شيء بيلونج ل، يبدو انه هو سيت هذا. ف فرضا اذا كانت الجي اوف اكس هي هيدي الزرقاء، فلازم الفكرة بشكل عام انه الجي يكون عم يكبر اسرع من الاف. هي بشكل عام هي هيك. هلا الاوردر هذا قريب من وين؟ هذا حسب ما الرسمة هون مبينة، ولما هنا عم بيقولوا بالكنديشن whenever x اكبر من x0 معين اللي هو هون، فاذا المقصد هون انفينيتي، لانه على الانفينيتي لها قيمه اكثر، او خلينا نقول بلا، يعني تقريبا على ناحيه البلس انفينيتي، بلا اذا على ناحيه البلس انفينيتي. فهون الكونديشن بتقول انه لازم نلاقي رقم ام بشكل انه لا يكون اصغر من ام مضروب بالجي، فالجي مثل ما قلنا لازم يكبر اسرع. على كل اكس نحنا بنلاقيه لازم، طبعا انطلاقا من يعني شيء اكس كبير كتير، بشكل انه صاروا بيحافظوا على اسلوب معين او شيء هيك، ف مستوى الاف بده يصير انه بصير ينتمي للاوردر للجي. فرضنا مثلا هلا اذا فرضنا، هلا ممكن ان الجي انه يكون كونستنت مثلا، ممكن مثلا الجي ممكن يكون رقم، بس كان الجي هي الزرقاء جاي كونستنت، فالاحمر قد يكون كونستنت ايضا وما بتكون عاطلة. بس ما نوصل لمحل انه لو مهما ضربته باي رقم انه ما يعود يكبر اكتر من هاي، هون بتصير مشكلة ساعتها. فاذا هي الفكرة كأنه اذا كان الجي، اذا خدنا سهلنا الموضوع شوي، اذا الجي اعتبرناه بولينوميال مثلا اكس سكوير، فاذا لازم يكون الاف بالحد الاقصى لازم يكون اكس سكوير او شيء تحت الاكس، مثلا راديكال اكس مقبول عند اكس تو ذا باور هاف او اكس تو ذا باور 3 على 2، لانه بتضل بتلاقيها. اعلى شيء ممكن يكون تقريبا اكس سكوير، هون اذا عم نحكي على قريب من الانفينيتي، مثلا اكس تو ذا باور 2.5 ما بيمشي الحال، لانه لو ما هو ضربته بالام محل من المحلات، لما الاكس بيكبر حيعود الاف يتخطى هاي ساعتها. يعني هون بيكون الاف على الاوردر، للجي، يعني الاوردر بيلونج تو ذا اوردر اوف جي. هذه هي الفكره، هذه فكره البيج او. في فهذه الفكرة، البيج او ما ضروري يكون حد البلس انفينيتي، ممكن يكون على اكس تند تو اي نمبر. فكمان لما الاكس يروح لهون، هنا حتى حاطين على الاكس رايح على الاي، بس اذا حطيناها انه الاكس رايح على الانفينيتي واخدنا، ما بعرف اذا بتضل الكونديشن فاليد، انه الليمت اذا الاكس رايح على الانفينيتي absolute value of f of x، طبيعي يحط absolute على اساس انه هو لازم يحط هون absolute لأحلى، لانه شو بعرف نكون انت عم، انه هي by definition هيك، مش مهم زائد ناقص، المهم هيدا.
طبعا جي حيكون مبدئيا بوزيتيف نمبر لانه دائما بوزيتيف، لانه الام حد ذاتها هي بوزيتيف على كل الاحوال. فهل هي بتزبط سويب سوبيريور انه اسمتهم؟ هلا اذا كانوا مثل ما قلنا، اذا كانوا نفس الاوردر بيكون رقم، اذا كان هذا على اوردر اعلى ف ممكن يعني انه سوبيريور، ممكن انه شو بعرف، ممكن يطلع يرجع ينزل. مثلا مثل هون الزرقاء هي صح اعلى، بس هي ما في مانع انه هي تطلع ترجع تنزل شوي، ترجع تستقر او ترجع تكبر شوي، ويمكن تكبر وتكفي قسمته هيك هيك تنزل نزول وهيك. فبيكون اعلى نقطة موجودة فيها هي هون بهالمكان هذا. ف السوب بمعنى انه لازم يكون رقم. شو يعني اصغر من انفينيتي؟ لازم يكون رقم. طيب هو، طيب لو فرضنا انه راح فعليا على الانفينيتي، فهل هيدي الشغلة بتتناقض مع اللي عم نقوله؟ صراحة انا ما عم بفهم ليش ليش اني حاطين اصغر ستريكتلي من انفينيتي. انا كنت بفضل يقولوا اصغر او بيساوي، مش عارف اذا اصغر او بيساوي بيكون احسن شوي. سألنا السوب. هلا اذا انفينيتي السوب، ممكن يكون السوب انفينيتي بفتكر، اصلا ما بيعود في سوب اذا كانت انفينيتي. فاذا كان موجود، ما بعرف، خلينا نقول اذا كان موجود بس ما له معنى. اذا كان موجود يعني هو فعليا رقم، وبالتالي هو حصرا حيكون تلقائيا رح يكون اصغر من انفينيتي. كانه هون عم بيقول بهاي الجملة، كانه عم بيقول انه ما لازم نوصل على انه لازم ننتهي برقم، لازم يكون فعليا السوب موجود. بس انا بصراحة ماني شايف انه ضروري يكون موجود بحسب هاي. يعني ما في مانع انه يكون شو واحد بيطير على انفينيتي، مثلا اف اكس هي اكس والجي اف اكس هي اكس سكوير، ف بضل فيك تلاقي ام فاليو رقم للام بشكل انه هذا ما بعرف. عم بيقولوا as جي is sufficiently close to A، هلا هو عم يحكي بالقرب من ال A. يعني هون both can be unified using the limit superior both of these definitions if there exists positive number delta و m such that delta و m مظبوط. انه for each x هون فلازم هيدي تكون انه لازم نلاقيها على هاي. هلا هي مجددا، هي كمان يعني الاسم، هي المهم هو الاسم يكون اصغر او بيساوي ام، مهم تلاقي ام معين، تلاقي ام يعني الفكرة متواضعة شوي. We say that هيدي الفكرة x tends to as x chosen sufficiently both of these definitions انه هاي او هاي to describe the behavior of f near some real number a often a equal to 0. مش مهم. In many cons assumption that we are interested in the growth rate unstated and one writes more simply that okay. يعني لما بنقول او هيك بشكل عام بكون قصدنا حد الانفينيتي، ولكن اذا قلنا انه x tends to a يعني بكون قصدنا x tends to a. صراحة بالنسبة لهذه الديفينيشن ما حبيته، limit superior limiting bounds they can be thought of as a similar fashion for a function they are infimum and supremum of the set limit points respectively. Lim sub. طيب هات نشوف اللم سب. يعني لما اقول اصغر من انفينيتي عايز يكون، يعني كان عم بقول يكون ريل نمبر. طيب بس هيدي الديفينيشن ما بتمانع ابدا انه يكون، انه يكون مثلا اه
عفوا، كيف ما كيف بده يروح على الانفينيتي؟ ما هي مزبوط، ممنوع يروح على الانفينيتي. ما اذا راح على الانفينيتي معناتها الاف بصير بيكبر اكتر من الجي. مزبوط. غلط مني. مش لازم يطبع على الانفينيتي، لازم يكون الاف اصغر من الجي دايما، ما الجي بيكبر اسرع. ممكن يكون كونستنت اي، وممكن يكون زيرو. طبعا احلى شيء يكون زيرو. هلا بالحاله اللي بيكون لازم يطب فيه على الزيرو، بيكون الفكره مش عم نقول شو، انه there must be انه some value m. اذا بدنا نقول انه يطب على الزيرو، بدنا نقول الام بدها تكون فيها تاخذ الفاليو اللي بدها اياها، غصبا عني فيها تاخذ الفاليو اللي بدها اياها. والمقصد انه مش المقصد مش انه الام فيها تاخد فاليوات، اذا الام اخذت فاليوات كبار، طبعا انا لما بقول كبار ما كتير الها معنى، لانه نحن دائما بنقول انطلاقا من اكس اكبر من اكس زيرو. انا تحديدا عم بحكي عن بنفس الارتكل، لا مش هاي، هاي بنفس الارتكل في عندهم الليتل او نوتيشن تحت. الليتل او بيقول لك لازم تكون هي لازم تطب على الزيرو اجباري. لما نقول طب على الزيرو كمان نحن نقول انطلاقا انه الاكس اكبر من اكس زيرو معين، فقسمتهم لازم تطب على الزيرو. طيب بالنسبه للتماشي مع فكره انه الاكس اكبر من اكس زيرو، قلنا اذا مش الفكره هي انه اذا الام كبر، لانه حتى لو الام كبر ولكن كان الجي، اذا الام كبر فالبرودكت اللي هون يمكن يصغر. اوكي ما بعرف ليش، ما بعرف ليش يمكن يصغر، لا مش يمكن يصغر، ممكن حيكبر هو فعليا. فلا هي الفكرة اذا زودت الام، تحديدا اذا زودت الام، اذا زودت الام هون بصير هذا تحدي على الجي انه يثبت نفسه، يعني لحتى تكون هي valid. فينا نقول انطلاقا انه اكس اكبر من اكس زيرو معين، نريح حالنا انه خلص صرنا بمنطقة عن جد الجي قادر انه يثبت نفسه انه هو اعلى، اعلى من الاف كاوردر، كاوردر اوف اكسات، يعني كباور تحديدا، تقريبا قصدي كباور غالبا الاوردر، يعني مع الباورات وهيك، بالاخص لما بحكي عن تايلور، لما نحكي بتايلور فتكون الفكرة تحديدا همنا فكرة الباورات، الباور. ف اللي عم نقوله انه فهون هون استعملنا حرف تاني بدل الام سميناه ابسيلون. فالتحدي هو لما الابسيلون، لما الابسيلون يصغر، فبيكون عم بيصغر هالفاكتور اللي هون، عم بيصغر كده هاي اللي هون. فهون الجي بده يثبت نفسه انه هو قادر انه يكون دايما اعلى عبر الباور، بالباور. يعني لو شو ما عملت، لو شو ما عملت، لو اذا عندك باور هو اللي قد يكون اكسبوننشال، قد يكون اي شيء، قد يكون لوغاريتم، مش مهم، بس الفكره هي هيك. فهون هذا هو الفرق بين الليتل او والبيج او. فمره تانية حين هون انه انه ما ضروري يكون على الزيرو، ممكن يطب على اي رقم كان، ممكن يكونوا comparable لبعض هول، يعني ممكن هذا يكون x power 2 هذا x power 2. اما بال little o ليكون حدا little o لحدا تاني لازم يطب على zero، فلازم ال f of x مثلا بتكون power 1 مثلا، وال g of x بيكون power 2 x power 2. فتقريبا هذا تقريبا كل شيء بدي اقوله. بالنسبة لما بنقول x، لما بقول x رايح على infinity بكفي اني اقول مثلا x power 1 x power 2 x power 3، بس لما بقول x رايح على a احلى اني اعطي مثل على g of x يكون مثلا x minus a، x minus a كلياتها power 3 مثلا، وهيدي تكون x minus a كلياتها power 2 مثلا. هون ساعتها لا والله، هون لازم، على فكرة هون لازم يكون هون اسمتهم، اذا بدها تطب على شي رقم مثلا احلى شيء يطب على الزيرو، فلازم يكون الاكس ماينس اي باور 3 هون قاعد، وهون الاكس ماينس اي باور 2 هون بكون قاعد، لحتى اذا قسمناهم والاكس راح على الاي يقوم يزبط يكون زيرو مثلا.
ما يكونوا مثلا اذا كان 3 ب 3 اكس باور 3 باور 3 بيروح على رقم ما منا مشكله، بس اذا كان هون العالي اكس ماينس اي باور 3 وهون اكس ماينس اي باور 2 اسمتهم حاطين على الانفينيتي، هتكون مشكله لانه بيعود هلا بقول مين اللي عم يكبر اسرع من الثاني. هلا اذا اي بيقول الاف هو اللي عم يكبر اسرع من الثاني هون، وهذا ممنوع. هي هاي الفكره، الفكره انه ممنوع الاف يكبر اسرع من هاي. اي بالضبط، يعني هلا نحن اذا عم نقول اذا عم نحكي بالبيج او بتقول ممنوع الاف يكبر، هي هاي الفكره، كان عم اقول ممنوع الاف يكبر اكثر من الجي، هي معناتها ممنوع الاف يكبر اكبر من الجي اسرع من الجي، بينما بالليتل او اجبار الجي يكبر اسرع من الاف، هيدي هي باختصار بكلمتين. ايه فهيدا بحالة الانفينيتي بكون اكس باور 2 وهون اكس، اما بحالة الاكس تندس تو اي نمبر فبيكون هون عندك اكس ماينس اي باور 2 وهون اكس ماينس اي على الحل، بشكل انه اسمتهم الطب على الزيرو. بالليتل او هون مش حاطين انه اكس رايح على رقم اكس تندس تو اي، ما بعرف ليش ما مهم. بالنسبة لتايلور مبدئيا هيدا كل شي بدي اقوله بالنسبة للبيج او والليتل او. تايلور موضوع تاني، تايلور من التيورامات الثيورمز كتير حلوين، يجوز استعمال فيه الليتل او نوتيشن. مثلا اذا نحنا هون كتبناهم هون وصولا للاكس ماينس اي باور كي، فهون حلو واحد يستعمل الليتل او نوتيشن ل ل اذا انا لا هي هون الفكرة، إذا قلنا ليتل او هون ليتل او ما بعرف يا ترى تنت لما الاكس تند رايح على اي، فلازم يكون مثل ما اتفقنا إذا ليتل او رايح على اي اكس ماينس اي مثلا، هنقول او للاكس ماينس اي باور كي، هلا هون كاتبينها اي بلا حطينا، يعني اذا كون او اي اذا الاكس تنس تو اي او ليتل او نوتيشن اكس ماينس اي باور كي، اتفقنا انه هذا بيكون عنده الباور الاوطى هون، وهذا شيء صحيح لانه الكوفيشنت اللي قاعد هون بهيدي كلها بيكون عنده باور اعلى من الكي، فهيدي بيكون عنده باور اعلى من الكي طبعا بواسطه الاتش هذا اللي هون اعلى من الكي بشكل انه اذا هيدي كلياتها اسم، اذا عملنا هيدي اسمي لانه عم نقول ليتل او لهاي، اذا عملنا هاي كلها اسمي هاي اسمي اكس ماينس اي باور كي، فحيبقى لنا الاتش كي اللي هو حيطب على الزيرو، وهيدي هي فكره الليتل او تحديدا. هي بالحقيقه هو رايح الاتش كي هي مثل البولينوميال اوف فيرست ديجري اذا ماني غلطان، فهيدي هي الفكره. هلا اذا واحد بده يستعمل ليتل او على 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 الانفينيتي، ف بدي اقول ليتل عفوا اذا ليتل او على على ما بتزبط، لانه ليتل او على الانفينيتي كانك عم تقول انا ما بدي الباور يكون اعلى منه، ف اعلى من شو؟ لا هي بصير موضوع شائك شوي، ما في داعي للواحد يفوت فيه، يعني مش 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 قضية صحيحة واحد يفوت فيه، لانه اصلا هو تايلور بكفي، يعني هو ما ضروري يوقف على ديجري كي بلس 1، ممكن يكفي كي بلس 2 كي بلس 3، فليش انا بدي حده؟ ليش انا بدي اقول له ممنوع يكبر اكثر من هيك؟ بس وانا كان اللافت بتايلور كمان انه بالرغم انه اوقات عم نوقف على كي بلس 1، وهيدي الشغله بالنسبه لي غريبه بصراحه. مثلا هون هيدا الار كي ريزيدوال تيرم، هيدا عندك البولينوميال، البولينوميال العادي والبي كي بينتهي على الديجري كي اكس ماينس اي باور كي، بينما الار كي اكس هو عم بيكون ذا باور كي بلس 1، وانا يعني بستغرب فيها شوي هاي.
هو عندي احساس انه هيدا الريزيدوال اللي حتوقف انا فيه هون، طبعا هيدا كونستنت، يعني لما بيقولوا هيك كسي، هيدا كساي ال او ما بعرف شو بسموها، شي او كسي ما بعرف، الف هيدا كونستنت مبدئيا، انا عم بقول انه مثل ما فهمت انه ما خصه بالاكس، ما خصه بالاكس، فهو كونستنت نسبة للاكس، فبالتالي كأنه وقف على الديجري كي بلس 1. وانا ان كنت انا بشك بهالموضوع كتير، قد يكون هالموضوع صحيح اذا كان الاكس تنس تو اي نمبر، يعني الاكس رايح على شي رقم، او الاكس حشر حاله كتير بالقرب من الاي، يعني بس لما الاكس بيكون نير اي ساعتها فيك توقف على ديجري معين، بتختار لك شو ديجري بتوقف عليها. ما بعرف، انا عندي احساس هيك، اذا بتمنى حدا يصحح لي، يعني اذا هذا فيكم تبعتوا لي على الطريقه اللي بتلاقوها مناسبه. يا جماعه انا بمنع الكومنتس لانه عم بيوصلني كتير سبام واشياء مش منيحه، هيك كومنتات ما منيح، فبمنعهم. فاذا قلنا اوكي، ما بدي احكي بعد اكثر من هيك بتايلور حقيقه، بفتكر هالشي كافي، يعني قلت اللي بدي اقوله. بيستعملوا هن شو اسمه الميديان ميديان ميديان ثيورم، وينو في شروط بيحطوها كتير حلوة بتايلور، estimates of the remainder example، فهون حاطين example نفس الفكرة مستعملين هيدا. بيقول لك هن بيقولوا انه there exists a number بين ال a وال a plus x such that انه هيدا النمبر كساي، انه value كساي such that كذا و x to the power ما بعرف شو، انه x minus a to the power هيك. بس انا عن جد بشك بهالموضوع، انه هو بده يقول انه نوقف هون على باور 10، x باور 10 ما بتزبط، انه كان اي function صارت تنتهي polynomial، شو هالحكي، هي بتنتهي polynomial ب leads to the عم بيقولوا approximation، إذا approximation أنا موافق، إذا approximation أنا موافق. بس برضو في موضوع نقاش مهم، إنه approximation أنا موافق، بيقولوا R9 أصغر من 10 to the power minus 5، ايه ما هي جيدة، يعني هي منا عاطلة، بس اذا واحد بفوت كتير بالتفاصيل، يعني اذا الاكس بصغره كتير اصغر من هاي بكتير بكتير بكتير، ساعتها بتبين الفروقات. ايه بعد في شغلة بالكساي، هيدا الفاليو من الكساي، هنا في شيء اسمه مثل ميديان، هيدا اسمه مين فاليو ثيورم، تيورم دي ميليو، تيورم سنترال دي ميليو او شيء هيك اسمه بالفرنسي. ف تيورم حلو كتير، هيدا التيورم بيغير الفاليو تاعيته بين، يعني بين لما هن حنقول a للاكس مش هيك، من هيدا f of x وهيدا ال1 هي ال f of a، فاكيد بين a و x شوي كبير، منلاقي كساي، بس اذا بتصغر الاكس اكثر ساعتها الكساي بدك تغيره، بده يصغر اكيد حيصغر، ما حيعود محله، ما الكساي اصلا هو فاليو قاعده بين الزيرو والاكس، بين الاي والاكس. هذا كل شيء بده يقوله بحاول تايلور والاوردر وهيك، حقيقه ما بدي فوت اكثر من هيك بهالمواضيع. تايلور من اجمل الثيورمز، انه حلو واحد اذا بالقرب من اي نقطة فيك انت تشوف الحياة كلها بولينوميال، فيك تشوف الحياة سبحان الله، بالقرب من اي فاليو معينة فيك تشوف الحياة لينير، مش لينير، ما هي باورات ما بعرف، فيك تشوفهم على ديجري معين، فيك تشوفهم على ديجري معين، خلينا نقول هيك. وكل ما بتكبر هول الترمز هول الديجري يعني تاع البولينوميال تاعك، فبتكون انت عم بعتقد عم على عم تكون دقيق اكثر، عم تكون دقيق اكثر، المفروض هيك مبلا. وهذا كل شيء بدي اقوله، يعطيكم العافيه.